أحييكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجنا العذراء مريم ملكة السلام. صلت حني وقالت: تهلل قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على أعدائي، لأني قد ابتهلت بخلاصك. لا قدوس مثل الرب، لأنه ليس أحد سواه، وليس صخرة كإلهنا. لا تكثر من الكلام بالعظائم والافتخار، ولا يخرج سلف من أفواهكم، لأن الرب إله عليم راشد الأعمال. كسرت الجبابرة وتنطق المتخلجون بالقوة، آجر الشباع أنفسهم، بالخبز والجياع استغنوا. بل العاقر ولدت سبعة، والكثيرة البنين ذبلت. الرب يميت ويحيي، يحضر إلى الجحيم ويصعد. الرب يفكر ويغني، يحط ويرفع، ينهض المسكين عن التراب، يقيم البائس من المزبلة، ويجلسه مع العظماء، ويملكه عرش المجد. لأن للرب أساس الأرض، وقد وضع عليها المسكونة. هو يحفظ أقدام أتقيائه، والمنافقون في الظلمة يصمتون، لأنه لا يغلب إنسان بقوته. مخاصمو الرب ينكسرون، يرعد عليهم من السماء. الرب يدين أقاصي الأرض، يهب لملكه عزة، ويرفع قرن مسيحه. برحب فيك دكتور غسان، عن جد شو حلو هالنص، وشو بيعطينا زوادة لنعيشها اليوم. فعلا هو نص نعم. تسبيح، يعني حني قدي ربنا سيدي. كريم فعلا نعم. يعني هي حني ام صمويل كانت عاقر، والرب اعطيها ولدت. رح نشوف رح يكون اول قضاة صمويل. نعم. فحني هون عم تترنم، عم بترنم وعم بتعظم وعم بتشيد. هذا نشيد حني بسموه سيدي، لانه من العهد القديم، لانه في حني عم تشكر الرب، عم بتشيد، وعم مثل ما شفنا بكل مضمونه عم بتشيد بعظائم الله، بشو بيعمل الله مع الناس. نعم. بيرفع المتواضعين، بيحميهم، بيقاوم المتكبرين. اصبح بهيدا النص كله تعاليم روحيه، هالقد في من الغنى الروحي. ولكن قبل ما نحكي عن الغنى الروحي سيدي بهذا الموضوع، نشيد حني قد ايه بيشبه نشيد مريم؟ نعم. يعني أنا هون بدي أسألك، نعم، شو النقاط المشتركة بين نشيد حني ونشيد العذراء مريم بالعهد الجديد؟ صح، يعني اليوم بدنا نشوف إنه هما نشيدان كثير كثير كثير، في نقاط تتلاقى، يعني في نقاط متشابهة، في نقاط هي يعني مضمونة هو ذاته، وبالنتيجة المضمون كله هو ذاته، لأنه هو فعل تسبيح وتمجيد وشكر للرب على عمله، على عنايته، على رعايته، على حمايته للإنسان. الخبرة وإن كانت مختلفة حني بين حني اللي هي عاقر، وبين نعم، العذراء مريم التي تمثل كل خصوبات العهد الجديد، من امرأة هي عاقر، حني عاقر كانت، وبين عذراء مريم اللي تمثل مثل ما قلنا كل خصوبة العهد الجديد الروحية، خصوبة القداسة. مريم هي صارت الأرض الطيبة اللي حملت هالبذرة الإلهية، أوكي، اللي أثمرت فيها البذرة الإلهية، ومنها تجسد الكلمة الإلهية، وفيها عبر ومن خلالها للعالم كله طل كابن لله، كابن لله المتجسد يسوع المسيح على الأقنوم الثاني. ف بين اثنين بنشوف سيدة انه من بعد بشارة الملك والعذراء زيارتها لإليصابات، عم بتقول لإليصابات طوبى للتي آمنت لها من عند الرب، ما قيل لها من عند الرب. فمريم بتقول: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. ليش سيدة؟ لأنه نظر إلى تواضع أمته، فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال، لأن القدير صنع بي العظائم. قدوس اسمه ورحمته إلى أجيال وأجيال الذين يتقونه. صنع الزن بساعدي وشتت المتكبرين. أوكي، كل هذا النشيد ما رح نقوله كله، ولكن نعم، تقول العذراء شو عم تعمل؟ عم تعطي كل المجد لله سيد، عم تقول هو نفسي بتعظم، هو عمله، هو اللي اختار، هو الرب اللي أنعم، وهو اللي أعطى، وهو اللي
اللي دبر وهو اللي عمل كل أتم الخلاص كله. لأنه ولكن مريم هون، مريم المتواضعة، مريم المؤمنة السيدة، هل قد كان عم بتشيد بعظائم الله؟ ليش مريم عرفت ترنمت سيدة؟ ليه نحن ما بنعرف عن جد؟ تعي شوف بحياتنا ونسأل حالنا قد ايه نعرف نعظم الله ونشكره. بتعرف اوقات بنحفظ كثير فورمول صلوات، نعم، بس عن جد تعي قولي يطلع شيء من قلبنا يمجد الله. ليش؟ ما فينا نكون متواضعين مثل ما كانت العذراء متواضعة. هيدا برافو، رائع. نعم، هيدا المطلوب. هيدا مريم قدامنا هون هي قمة التواضع. مريم وقتها اجى الملك عم بيقول لها، كمان بعدنا بقلب هالكونتكست هيدا، رح تكوني ام لابن الله، ها انا امة للرب فليكن لي بحسب قولك، تكون مشيئتك انت مش مشيئتي. زيت كلمة ابن الالهي ببستان الزيتون، لتكن مشيئتك لا مشيئتي. والرائع بالعذراء مريم انه النعم تبعها بالتجسد، بكل فرح التجسد هو زيت النعم، وما نقصت ولا جرام ولا ذرة، هي زيت النعم أمام الصليب. نعم. تصوري نعم بالتجسد الإلهي بالميلاد، نعم بالبشارة، هي زيت النعم، هي زيتها ما تغيرت ولا نقصت ذرة واحدة قدام نعم الصليب، بقلب الوجع وبقلب الألم وبقلب التضحية وبقلب البذل وبقلب العطاء الكلي. لأنه مريم مش بس كانت عم تعطي ابنها، كانت عم تعطي حالها كمان، لأنه ابنها بعد كان أغلى لها من قلبها، عليها أغلى عليها من قلبها. وهيدي خبرة الأميات سيدي، وأنت أم الله يخلي لك أولاد. ميرسي. بقى منشوف قدي فعلا مثل كل أم بتحب ابنها أكثر من حالها ومن قلبها. العذراء قدي العذراء مريم اللي ممتلئة نعمة، ممتلئة من هيدا الابن الإلهي اللي واقف قدامه على الصليب عم بتقدمه ذبيحة لله الآب لأجل خلاص البشرية كلها. قدي حبتنا ايه من خلال هيدي الصورة، قدي ضحت كرمالنا. ما تفكري العذراء ما كانت عارفة شو عم بيصير، كانت مؤمنة وعارفة كثير منيح هالتضحية لوين بدها تودي، كثير منيح كانت عارفة. اللي بدي أقوله العذراء عم بتعظم الله وتشكره، ولكن شافت العذراء سوف تطوبني جميع الأجيال. هالقد الله رفع العذراء لكل البشرية ولكل الأجيال اللي بدها تجي، إيه لكل الأجيال من هلأ لمنتهى الدهر سيدة، تيعرفوا إنه هذا الكلمة الإلهي إجا من خلال أحشاء أمومية. هل قد فيها من الطهارة؟ هل قد فيها من القداسة؟ هل قد هي جنة وفردوس ومثل ما دايما منقول؟ هل قد تغنوا فيها الأباء والكنيسة ما زالت حتى اليوم تشيد وتنشد أمجاد مريم؟ نعم. وعظائم مريم، لأنه القديرة صنع بعظائم، مش لأنه مريم، لأنه الله اللي بمريم، لأنه هذا اللي عمله الله بمريم، الله رفعها الرفعة، مش البشرية ولا الكنيسة. الكنيسة عم تشكره لربنا على الرفعة اللي إذا بدك سيد العذراء، إذا بدك هي تمثلنا بالموقع اللي فيه، هي فيها الحلو بالعذراء. بتعرفي اليوم بالآباء القديسين بيقولوا ليه 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 الكنيسة بتطوب القديسين؟ تيكونوا قدامنا مثال وقدوة، وهن دورهم بالشفاعة لهالسبب. هول الغرضين الأساسيين لاهوتيا للكنيسة بالطوف القديسين، تيكونوا قدامنا مثال وقدوة ولا شفاعتهم. فالعذراء مريم باريكسلانس بامتياز هي الشفيعة الأولى، وبامتياز هي المثال والقدوة بعد ابن الإله. أكيد دايما وتقول بعد يسوع هي المثال والقدوة. بقى إذا عم نحكي عن عظائم مريم وعن قدي مريم هي كنز للنعم، وقدي ينبوع للماء الحي، وهي ينبوع للنعم، وفينا نطلب منها كل النعم، وهي ويسوع بيعطينا كل النعم بإيديها هي، تنقول شغلة كتير مهمة، إنه هيدا اللي عملته مريم هو كان أكيد حباً بابن الإلهي، ولكن كمان حباً بكل واحد منا. هل قد كنا حاضرين بقلبها سيدي؟ هل قد كنا حاضرين؟ مثل ما فعلاً إنشاد حني لابنا الله أخصب له أحشائها بأحد القضاة اللي بده يجي صموئيل، وبالنتيجة مهما عظم صموئيل هو إنسان، فكيف بمن حملت مريم اللي هو ابن الله بالتجسد الكلمة الإلهي؟ شو يعني ليك الصورتين، ليك إذا بنعمل باراليزم، نعم، إذا بنعمل مقابلة، قدي العذراء مريم تفوق الجميع، وقدي هي بتواضعها فقط. إذا بقولوا الأباء هذه الأحشاء الإلهية، هذه الأشياء أحشاء البشرية قدرت تجتذب الله لألها قد ما كان فيها من التواضع.
العذراء مريم كانت هالقد مليانه متواضعه. وبقولوا الاباء اذا كان غطرست ابليس الملاك المتمرد ابليس وصلته لكعب الجحيم فم قبيله كان تواضع العذراء مريم هالقد حمل البشريه كلها لله. مشان هيك مريم بهذا النص بهذا الانشاد سيدي عم ترفع لنا ترشيحنا لعرش الثالوث الاقدس. الحضرة عم ترفع لنا ترشيح خلاصنا بشرط نعرف نقتدي فيها، نمجد الله بحياتنا مثل ما هي مجدته بهذا النشيد ونكون تكون قدوه لنا، ولكن مش يكون النشيد من افواهنا وبلساننا بس، يكون نابع من قلبنا. من قلبنا. لانه مثل ما بقول مار بولس حيث يشهد الفم ويعترف القلب هناك يتحقق الخلاص. نعم. شو الخبرة اللي حملتها حني مقارنة بإيمان العذراء مريم؟ يعني عم نقول إنه حني إذا بدك خبرة إيمانها هالقد هي ممتلئة غبطة، لأنه منعرف قد إيه كان سيدة بالعهد القديم شو يعني المرأة تكون عاقر. شان تكون عاقر. خبرة حتى إليصابات هي ذاتها. شو بتقول إليصابات تذكري سيدة بالعهد؟ بتقول نزع العارة عني، يعني سكت الناس عني إنه هيدا عاقر. لا رفع عاري عني. ذات الشيء حني يعني كأنه حدا حامل عار سيدي، حامل جبل جيت شلتي عنه. قديه بده يفرح، قديه بده يرتاح، قديه بده ينشد ويشكر الله. طيب ماذا بالك إذا بناخذ بالقالب الثاني؟ عذراء مريم ما كانت أكيد عاقر، كانت عذراء مريم قلنا مثل ما قلنا بأول الفقرة كانت ملء الخصوبة. نعم. وهون بنحكي على البتولية العذراء مريم. العذراء مريم كانت تقول أنت كلي لك من أول لحظة من حياتها ومن وعيها، من دخولها بالوجود وبالوعي الإلهي وبعمل النعمة، تفاعل النعمة بقلبها. شو بقلنا هيدا النص اليوم؟ هذا النص سيدي بعلمنا إنه ندخل مع العذراء مريم، مع كنيستنا. نعم. بحركة دايمة لتسبيح وتمجيد الله وشكره، ونعرف إنه نحن أبناء الإيمان مدعوين دايما نشكر الله على كل نعمه، ونشوف كل شيء بيوصلنا من إيد الله هو نعمة لإلنا. نحن أوقات ما بنعرف كيف، أوقات كتير الأمور بتكون حياتنا مظلمة بالألم واليأس والفشل والضعف والوجع والإعاقة، ولكن خلينا نقول مع مريم هنا أمة للرب فليكن لي حسب قولك وتعظم نفسي الرب. آمين. بشكرك أستاذ غسان لحضورك معنا وعلى المعلومات اللي أعطيتنا إياها. أنا بشكرك. نشيد حنة أم صموئيل النبية أشبه بنشيد مريم أم يسوع المسيح، فالعاقر حنة صارت بقوة الوعد أما لنبي، أما مريم العذراء فقد صارت بقوة الروح القدس أما للمسيح ابن الله المتأنس. بشكركم مشاهدينا لمتابعتكم حلقتنا، تابعونا بالحلقة الجاية. الله معكم.